ما بيبقاش في حل غير ان الطفل بعد ما يرجع من المدرسه ويخلص مذاكرته وواجباته يقعد قدام التلفزيون، يقعد قدام الغساله بتاعه المخ علشان يتعلم منه اللي هياخده بعد كده في حياته، يتعلم منه المبادئ اللي هيعيش عليها ويتربى عليها. المشكله بتيجي في الاعلانات اللاوعي زي العاده. دي لعبة اسمها Need for Speed 2، زي ما احنا شايفين على الكفر بتاعها، زي كل حاجة تانية هنلاقي كلمة سكس لطفل او لشاب ما عندوش لسه 15 سنة. ديزني بتعمل اكتر الافلام اللي احنا بنشوفها واللي اطفالنا بيشوفوها. زي ما احنا شايفين ديزني في اكتر مشاهد افلامها هنلاقي كلمة سكس، هنلاقي كلمة لاي يعني اكذب، هنلاقي كلمات كتير بالمنظر دوت اللي بيحصل انها بتتبع في عقل الطفل، يبتدي هو يفكر ايه سكس، ويبتدي هو اول ما يفهم يعني ايه لاي يكون اوريدي عقله جاهز ومستقبل المعلومة دي. الحاجات دي كلها بتتبع في دماغ الولد، بتأثر في شخصيتهم، بحيث ان التلفزيون النهاردة يعني من اكتر الحاجات اللي بتربي الاطفال، يبقى هو ده اللي هيتربوا عليه. ده فيلم ليتل ميرميد، عروس البحر الصغيرة، طبعا من افلام ديزني المعروفة. حاجة غريبة جدا نشوفها على البوستر بتاع ليتل ميرميد، طبعا احنا مش هندخل جوه الفيلم مليان حاجات تانية، انما انا بس بوريلكوا حاجة من الحاجات البسيطة الواضحة. شايفين ايه اللي موجود؟ اول حاجه بيشوفها الطفل اول ما يمسك الفيلم ده، لا تعليق. مش بس ده، حاجه ديزني كلها مليانه برموز زي اللي احنا شايفينها، فبالتالي عقل الطفل بيستقبل الحاجات ديت ويخزنها، حتى الحاجه اللي عينه مش شايفاها عقله شايفها. دي لقطة من فيلم روجر رابت، فيلم تاني كان من الأفلام المعروفة الشهيرة، كان فيه 4 فريمز في المنظر اللي احنا شايفينه عشان الطفل يستقبل. الصورة دي والصورة اللي بعدها من الحاجات اللي الولاد بياخدوها في المدارس في مصر. شايفين ايه اللي هو شايفه؟ شايفين ايه اللي عقله مستقبله؟ ده ويني دابو، واحد من اشهر الشخصيات في ديزني. طبعا ميكي وميني اللي احنا شايفينه دوت رمز لعبادة الشيطان. لو خدنا بالنا شوية في التلفزيون اللي بيتفرج على الاغاني والحاجات اللي زي دي هيلاقي الرمز ده باستمرار، عبادة الشيطان. ده فيلم من الافلام اسمه The Rescuers، المنقذون. شايفين ايه الصورة اللي موجودة ورا؟ الصورة دي موجودة ليه؟ مبدأ إخفاء صورة داخل صورة مبدأ مش جديد، الهدف منه زي ما احنا شايفين دلوقتي ان هو الرسام يرسم رسمة معينة تكون رسمة جنسية او رسمة تدي مبدأ من المبادئ، وبعدين يبتدي يغطيها بصور تانية. اتفرجوا على اللي بيحصل. طب هدفه من كده ايه؟ زي ما قلنا في كل اللقطات اللي فاتت، العقل شايف كل حاجه ومستقبل كل حاجه. هو شايف الصوره الكبيره، شايف الصوره الواضحه، وشايف كمان الصوره المستخبيه. غير ان الرسام بيدي طاقه سلبيه في الرسمه بتاعته، وهنتكلم ان شاء الله على الطاقه الايجابيه والسلبيه بعد كده، كمان بيخلي عقل الطفل يبقى شايف ده ويبقى مستعد جدا. ده واحد من الاسباب اللي بتخلي ناس كتير من الكبار مش بس من الصغيرين بيحبوا يتفرجوا على افلام الكرتون. متهيألي دلوقتي بقى واضح. تابعوا واتفرجوا وانا مش هعلق اكتر من كده. عايز بس اقول لكم ان بقى في مشكله ظاهره جدا اليومين دول
وبقت بتيجي في التلفزيون باستمرار في برامج الأطفال، برامج دكاترة الأطفال، إن أطفال كتير باستمرار بتمسك العضو التناسلي بتاعها، أطفال من سن 2 و3 سنين. بقت مشكلة ظاهرة وبقت بتتقال ومتهيألي السبب بتاعها واضح، مع إن دكاترة علم النفس اللي بيردوا على الموضوع، دكاترة الأطفال اللي بيردوا على الموضوع، كل إجابتهم بتكون لما يتسألوا ليه ده بيحصل، إن يقولوا للأب أو للأم اللي بيسأل تجاهل الموضوع وما تتكلمش فيه واشغل ابنك. يمكن هما مش عارفين السبب، ويمكن عارفين ومش عايزين يقولوا، بس متهيألي بقى واضح بالنسبة لنا دلوقتي ده بيحصل ليه. الحل السريع خليني اقول لك من دلوقتي ان مفيش الحل، انك تسيب ولادك من قدام التلفزيون، علمهم يصدوا، علمهم يقروا القران، علمهم يلعبوا رياضه، خليهم يعوموا، خليهم يلعبوا المايه، الكروسيه، الفلسفه، اي حاجه، انما لازم تسيب ولادك. مفيش حل للحل. اشوفكم على خير.